طيب احنا بنرحب فيكم تاني هذا الاسبوع، الاسبوع السادس احنا بنناقش الحاجات اللي عملناها الاسبوع الخامس، يعني محاضرات اليوم يمكن الاسبوع هذا ما حدش شافها لانه امبارح رفعتها، ففيش امكانية. يعني امبارح كنت في الجامعة وما شاء الله الرفع في الجامعة زي الصواريخ، فهذه عشان كانت الابلود. الابلود في الجامعة 100%. بعد هيك اذا بدي ارفع اشي بحضر لي بروح ارفعهن في الجامعة احسن، لانه بالفعل بتحس انه يعني ثواني، يعني قبل ما اكمل المعلومات تبعت الشغلة تبقى محملة، فهذه يعني ميزة مش موجودة في البيت طبعا. فبس الداونلود لا، ما لساته في مشكلة في الجامعة، يعني يمكن البيت أفضل منه من ناحية الداونلود، ما شفتش الميزة، بس في الأبلود لا كان واضح جدا في هذا المجال. بشكل عام الأسبوع اللي فات تكلمنا على يعني الكلوز لوب ترانسفر فانكشن، كيف بدنا نجيبها. لاحظتوا إذا اطلعتوا على الجزئيات الموجودة، وجود السامبلر وين مكانه مهم جدا في هذه العملية. يمكن الصعوبات بتبدأ تحس فيها قديش حجمها لما تشوف التغيرات في محل السامبلر، قديش بترهق الشخص ليجيب الترانسفر فانكشن. فعشان هيك البروسيجر اللي حكيناها مهمة جدا، ان اول حاجه بدك تعمل الفلو جراف، سيجنال فلو جراف تحددها، وتحدد السامبلر وتحط يعني الفاريبل تبعت السامبلر، عشقة الانبوت بتبقى عادي، عشقة الاوتبوت بتعطيها ستار. الان لما انا بدي يمكن هذه الخطوه المهمه اللي فيها بصير خربطه، ايش هي؟ لو انا استعجلت في عمليه التحويل من continuous ل discrete حيصير في عندي خربطة. طب وإيش يعني معنى استعجلت؟ معنى استعجلت احنا حكينا قاعدة عامة، ايش هي؟ لما انت بدك تاخد من continuous ل discrete كل الاشارات الموجودة عندك لازم تكون على الشكل التالي، يعني لازم هذه تكون يا اما input لسامبلر او اوتبوت لسامبلر، او انبوت للسيستم ككل، او الاوتبوت للسيستم ككل، حتى الاوتبوت للسيستم ككل بنميلش الها الا في اخر لحظة. يعني بدي اياهم ثلاث انواع، الانبوت للسيستم، الانبوت للسامبلر، الاوتبوت تبع السامبلرز. هدول لما اوصل لهيك معناته انا بصير عندي فيش حاجة ريبليسابل، يعني انا لو في اي اشي بقدر اعوض عنه بتعوض عنه، لانهي يعني اعطيها الاشارات تبقى على هذا الشكل. اذا كانت الاشارة او كل اشي بهذا الشكل معناته انا بقدر اخذ السامبلر، اخذ يعني خلينا نقول اعمل سامبلينج لها. هذه اذا انت مشيت بالخطوات هذه بشكل صحيح ما فيش امكانية تغلط. إذا أنت اجتهدت ويعني ما ركزتش فيها سهل جدا إن الواحد يخطئ فيها. لهذا السبب بنقول دائما ركز كويس وامشي الخطوات وما تستعجلش، لأنه هذه لحتى الآن يعني بدها شوية يعني بشكل عام بدها شوية تدريب، بدها شوية اكسبيرينس لتقدر أنت تقول بعد هيك ممكن اعمل شورت كاتس. وفي سؤال زي هيك بيجي لكم بالامتحان، يعني هذا اكيد، لانه هذا فاندامنتال في الكورس، يعني من الشغلات الاساسيه انك تفهمها ايش معنى سامبلينج وايش معنى انه احول من كونتينوس لديسكريت في وجود السامبلر. يعني هذه معناتها انها discontinuous process، والdiscontinuous process يعني زي لما الواحد لو في جيبته عملة واحدة واسألك قديش في جيبتك تعطيني جواب بسهولة، مظبوط؟ بينما لو عندك ثلاث اربع عملات في كل جيبة شكل واسألك قديش معك بدك تفكر، ها هذولك لايش بدي احولهم وقتيش بدي احولهم، يعني بدي اجمعهم وكل حاجة احولها لحالها. بينما لو عندي يعني في جبتين نفس العملة بحطهم مع بعض وبحولهم مع بعض، هذا الفكرة.
الموجودة هاي. نفس الفكرة دائما نتذكرها، العملة صعبة الواحد ينساها، فأنا بجيب مثال الفلوس عشان تضلكم متذكرينها بسهولة، لأنه طالما أنت متذكر الأمور بنفس الطريقة سهل جدا أنه يعني نضلنا ماشيين عليها. أي أسئلة في هذا المجال؟ في هذه أهم الخطوات اللي شرحناها في يعني في هذاك في الأسبوع الخامس يعني. طبعا لما تيجي بعد ما تجيب الكلوز لوب ترانسفير فانكشن زي هيك بتقدر تعوض في الجزئيات الثانية. يعني الجزئيات الثانية زي ايش؟ يعني انا لما بدي اجيب الجي اوف زي خلاص بتبقى جاهزة عندي، يعني بدي أجهزها زي ما تعودنا عليها في أول ما بدينا في المساق، إنه أنا بدي أجيب الزي ترانسفورم وأجيبه في حالة وجود زيرو أوردر هول. وقت إيش تلاقي ستار أو البار هذه الموجودة، الإشارة اللي هي الخط اللي موجود وجميع له كم من حاجة، معناته هذا إيش بدي أعمل معهن؟ بدي يكون معهن من ضمن الشغلات اللي هي الزيرو أوردر هول. الآن عادة لما الإشارة تبقى في الكنترولر ديجيتال كنترولر، الديجيتال كنترولر السيستم كسيستم بيبقى عندي عبارة عن ديسكريت سيستم، يعني إيش بلزموش تحويل. فهذه أهم البنود اللي احنا شرحناها في الأسبوع الخامس، يعني ما مش متذكر إنه حطينا حاجة أكتر من هيك. أي استفسارات؟ يعني كله كويس؟ طيب نعطي بعض دكتور تفضل. هل جيت في الكويس انت طالب انه عنوانه حكينا الزد ترانسفورم والبلوك جرام والسنجل فلو جراف. طب احنا في شابتر 2 تعلمنا في الواجب الاول انه كيف نعمل الزد ترانسفورم، والواجب الثاني كان هو ماسترنج للست سبيس موديل تكنيكس اللي هم الدايركت ميثود والنستد وهدول. طب والبلوك دياجرام والسيجنال فلو جراف كيف هن موجودات في موجودات في اللي انشرحن هدول؟ يعني انت في البند تبع الواجب الاول، يعني الواجب الثاني موجود في هذه الجزئيه، بس انا هذه لان قلت لك هاي خلفيتها جاي من كنترول واحد يعني، فانا جايب لك هدول على اساس تركز معي في كنترول واحد. يعني بعض الشغلات الموجودة في كنترول واحد بتلزم. يعني أنا أعطيتك على سبيل المثال طلبت منك الديفرنشال إكويجن، أو أعطيتك الديفرنشال إكويجن وطلبت منك ترانسفير فانكشن في الإس دومين، ليش؟ ما أنا ما شرحتهاش هذه، مظبوط؟ مظبوط. بس أنا بدي إياك هذه ما تضيعش عن بالك، لأنه هذه من الشغلات اللي لازم تجيبها من كنترول واحد. يعني الخطوات اللي قمنا فيها نفس الخطوات اللي يعني اللي بنقوم فيها في الزي ترانسفورم. يعني مثلا بنحل على طريقة البر اللي بتكون البلوكات عادية زي ما كنا نعمل بكنترول وخلاص. لا لا، أنا الآن بديت معك يا ببدأ عادة ب differential equation، يا ببدأ بالإيش بال خلينا نقول بالترانسفور فانكشن. السؤال الأول بيسألك يجي بي الكونتينوس ترانسفور فانكشن، يعني وين بتشوف الديفرنشال اكويجن حسب الاوردر بدك تحط. لو فيرست اوردر بدك تحط بدالها اس ديفرنشيشن، لو سكند اوردر ديفرنشيشن بدك تحط اس سكويرد، ثيرد اوردر ديفرنشيشن بدك تحط اس كيوب هاي، وبعدين احط ايش الواي. يعني الترانسفور فانكشن عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن الاوتبوت على الانبوت.
الآن لو أنا بدي أضرب أعمل كروس مالتيبليكيشن أو بدي أجيب الترانسفير فانكشن، معناته كل مثلا عندي واي، الواي بدي أعوض بدالها، ده هي واي لحالها، بدي أعوض بدالها بواي، الاس بتبقى عندي اس تو ذا زيرو. لو عندي واي دوت بدي أعوض بدالها اس واي اوف اس. لو عندي واي دبل دوت بحط اس سكويرد واي اوف اس. الان باخذ الواي اوف اس لبرا، بضل عندي التيرم ان تيرم اوف ايش؟ اس، سواء اس تربيع اس تكعيب اللي بدنا اياه في هذا المجال. الشقة الثانية في عندي اليو، بعمل نفس الشيء، اليو الاس تبعها تو ذا باور اوف زيرو. لما بدي اجي اطلع على يعني اليو دوت الاس تبعها بدها تاخذ اس واحده، اس يو اف اس، نفس الشيء للباقيات. فلهذا السبب ايش احنا يعني بدنا نسوي؟ بدي اجيب هدول ومنها احط الواي اف اس لبرا، وبصير عندي ايش؟ واي اف اس بدي اجيبها على واي اف اس على يو اف اس، تطلع عندي الترانسفير فانكشن تبع السيستم. الان هذه بعمل لها بارشال فراكشن، او لو موجوده على الفورم اللي بدي اياه بروح على الزي ترانسفورم تيبلز وبشوف هاي الزي ترانسفورم تيبل الموجوده في اخر الكتاب اذا بتطلعوا فيهن. فبعدها بدخل هدول عندي بالطريقه اللي حكينا عنها اللي هي على التيبلز. يعني ايش في عندي حاجه جاهزه بستخدمها، مش جاهزه بدي اعمل بارشل فراكشن واطلعها بالشكل الجاهز. يعني يا دكتور احنا بنكمل عاده زي ترانسفورم وبالاخر بنعمل اس دومين وبنحط السنجل سيجنال فلو جراف. لا لا، هذول مش هذول بدك تعملهم زي ما احنا بنعملهم في الديجيتال، يعني البلوك دايجرام. البلوك دايجرام اذا بتلاحظ ايش موجود عندي، يعني بحط الكنترولر على شكل معين، وهي البلان تبعي في بلوك، وهي الاوتبوت، وهي الانبوت اللي جاي داخل عليه سمر، وهي الشكل. تمام. يعني بعباره ثانيه ما تعمليش زي ما بنحكيها تفصل لي في الانتجريتر بزياده. انت بتحط لي بلوك كامله، هي عباره عن مين؟ عن يعني انت بتطلع، انا طالب منك ستيت سبيس موديل، صح؟ الستيت سبيس موديل ايش عندي؟ عندي اكس دات واكس واكس، مظبوط؟ او اكس اوف كي بلس واحد، وعلى الشقه الثانيه اكس اوف كي. لو حطيت ديلي لاكس اوف كي بلس واحد ايش بتعطيني؟ اكس اوف كي، زي ما سوينا في الأمثلة اللي احنا عملناها. وبعدين انا جيت بدي اسوي لكم كل الفكرة كانت ايش؟ بدي اعمل يعني نموذج، بعدين خلصت وصفيت على التايب اوف كويستشن اللي انت بتعملها، انك بتحل الكويز بتسلم الملف، يعني الحل عبارة عن ملف بتحمله. مش دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. أنا قدمت الكويز، فتحته حليت الكويز على ورق خارجي وصورته، ما كانش فيه وقت لسه، كان فيه ضايل بس دقيقتين، حملت صورة واحدة وما لحقتش، يعني ضايل دقيقة و22 ثانية تقريبا وعلق النت. طيب هذه ما هي من المشاكل الهاي. عندك مرتين، ما أنت مكتوبة وان allowed ولا تنتين؟ ما شفتش تنتين، الحين بتاكد منها، بمدد الامتحان الوقت وبعطيكم محاولتين. تمام، مشكور جدا يا دكتور. بس المحاوله الثانيه راندوم، مش ضروري يطلع لك نفس السؤال. بس تمام، ما فيش مشكله، بس عشان اقل شيء يعني. اقل شيء عرفت ايش كيف تعمل، ما الفكره ايش؟ يعني اللي بدي اياه بدي اياكم تتعلموا، مش بدي اياكم يعني الدرجات هي تحصيل حاصل، العلم هو الجزء المهم. إذا أنت مرت عليك تجربتين أحسن من تجربة. صحيح، بس أنا بقول لك يعني أنه حليت اسمه السؤال كله الأربع أفرع، جيت أحمل شو اسمه الصور ما لحقتش، ما لحقتش أجمعهم في ملف واحد يعني، فحملت صورة واحدة بس.
المرة الجاية بتشد الهمة أكثر. هي هذه الفكرة إن شاء يعني. الله. شكرا. العفو. هو الأصل يعني إنك أنت لما زي ما حكيت لكم قبل بتحل بعض الشغلات الواجبات والأمثلة وبعدين بتيجي تحل، تبقى إيدك أخذت على الحل، ما بتجيش تعمل ديسكفري لإيش موجود في الكويز. هذه من الأمور المهمة جدا نشتغل عليها. الله صبحك بالخير يا دكتور. الله صبحك بالخير دكتور. بالنسبة للوقت تبع الكويز، أنت ماخذ في الاعتبار أنه اللي هو التحميل تبع الملف؟ يعني أنا حيكون عندي مثلا 25 دقيقة قدم فيهم امتحان، 5 دقائق أصور حلي وأرفع فيه. زي هيك. هو أصلا الوقت طويل يعني لأسئلة الكويز. لو انت عارف ايش بتعمل، مش عارف حتقعد تعوم. لو اعطيتك ساعة مش حيكفي، لانه هذا بريفيو لامتحان. عرفت؟ يعني اسئلة الامتحان زي هيك. فهذه الفكرة الموجودة، انه احنا حنعطيك حتأكد انه موجود محاولتين. انا ذاكر اني كنت بدي اياها محاولتين، ومددوا للخميس يكون من ضمنه. كويس هيك؟ تمام. موجود على المود بس محاولة واحدة يا دكتور. بعدلها مش مشكلة، بنعدلها ان شاء الله. بس زي ما قلت، هي انت بدك تعود حالك على يعني طرق معينة، وهذه برضو بضل الواحد بجرب حاله، بشوف يعني ايش عنده وايش مش عنده، كيف انا بدي احل. عساس دايما الالتيميت تيست اللي هي في الميدان، مش في فانت بتشوف حالك وين انا مسوي، ايش في الشغلات الايجابية اللي عاملها، ايش الشغلات بدها شوية تركيز. فهذه الأمور اللي بنمشي عليها. كويسين هيك؟ دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. بس حليت الكويز، بس قصة الرسم هذه مش فاهمينها كويس، بس يا ريت توضح لنا إياها. فرق الرابع. الرابع الآن، أنا لما كنت بشرح في المودلز الستيت سبيس مودل، صح؟ كل واحد من هدول عملت له رسمة وفلو جراف، صح؟ صحيح. الآن الرسمة اللي عندي عادة ايش بعملها؟ بتعرف انتو في الكونتينوس كنا بناخد الديلي. اولا في عندي حاجتين عشان نميزها، في الفلو جراف وفي البلاك دايجرام. البلاك دايجرام او الفلو جراف، لما نروح من يعني كي اكس اوف كي بلس 1 لاكس اوف كي، بدي ادخل ديلي على السيستم. يعني اللينك تبعي او البلاك اللي عندي اللي بدي اعملها، او الخط هذا اللي عليه السهم الصغير، بدي احط زي ماينس 1 او جوا البلاك زي ماينس 1. اذا عملت زي هيك ايش بطلع عندي؟ بصير على شقه الانبوت موجود اكس اوف كي بلس 1، شقه الاوتبوت بيبقى عندي ايش؟ x of k. كويس هيك؟ بعد هيك بشوف ايش الجين الموجود عندي او كيف التجميعات. الان الصمر عادة زي ما بتعرفوه دويرة، وبندخل عليها الموجود هذا. الاوتبوت عندي عادة الانبوت بدخل، تيجي للسيستم عندي الايرور. الايرور بدي يساوي الانبوت ناقص الاوتبوت اللي جاي من الفيدباك. الاوتبوت بغض النظر ايش هو، عاده الستيتس اللي عندي والانبوت ممكن يدخل عليها. هذه السيستم ككل الموجود عندي. الان كيف بدي ارسمها؟ هذه يعني الحاجه الوحيده اللي عندنا جديده عن كنترول واحد، ايش هي؟ وجود السامبلر. السامبلر في البلاك دايجرام هو عباره عن خط، والشحطه اللي فوق هذه اللي بنعملها بنحط تحتها تي. السامبلر في الفلو جراف عبارة عن open points، يعني هنا بين هذه النقطة وهذه النقطة فيش خط. هنا عندي بحط ال variable، وعلى الشقة الثانية ال star ال variable عليه star. يعني لو هنا عندي E، هنا بده يكون E star، فيش خط بينهم. هذا هاي الحاجة. أما الباقي كله هيتو الأصل جاي من كنترول واحد.
يعني نفس الأفكار الموجودة في كنترول واحد وأنا شرحت فيها. لو في أي إشكالية يعني من هان خلينا نقول للخميس تبعتوا لي تقولوا والله هذه احنا مش واضحة عندنا شوف لنا آلية معينة. بحط لكم بعض الإكزامبلز اللي تقدروا تطلع عليها أو بنحاول نشرحها بطريقة ما لا تشوفوها. تمام إن شاء الله. مشكورة دكتور. العفو. بس يعني لازم الواحد يجرب حاله عشان يقول هذه ضابطة معي أو هذا مش ضابطة. يعني تجربت هي كان وقلت في حاجات بدها شوية شغل مظبوط أو بدها شوية قراية لأعرفها. طبيعي هذا. أي استفسارات تانية؟ طيب إذا ما فيش حاجة يعني هيك بيبقى خلصنا الدسكشن للأسبوع هذا. بس قبل ما تخلصوا كل واحد يكتب لي حضور وغياب تبعه. أي ماجد شاطر على طول ومصبح. والله دكتور ما حد نفسه ويك اوف هيك من الاي ليرنينج من كل على فكره انا في ماده السمارت سيستم ما نزلتش محاضرات هذا الاسبوع ومش ناوي انزل لهم. قلت هذا بس ليش دكتور لا ما انتوا بيجي لكم الدور. انتوا بتكون اثنين مع بعض بالفعل. انت اسبوع هم اسبوع. والله لازم هيك الجامعة نفسها تقول قرار أسبوع بس هيك. لا لا هي كمدرس حتلاقي يعني حيخفف. يعني أنا بحس إنه يعني قديش أنتوا بتعانوا في هذا المجال. فأحيانا إيش بيسوي بقول لا خلص خليهم يريحوا شوية. أو حتى الحجم أنت بتلاحظوا حتى حجم المحاضرات برضو مش تقيل. يعني أنا اللي بنزله تقريبا يمكن أسبوعين أو أكثر. قديش حجم يعني الدقائق اللي بنحطها يعني إذا بتطلعوا أقل من 50 دقيقة مظبوط. فهذه يعني بنعطيكم شوية استراحة منها. يعني لما أنت تحط محاضرات أسبوعيا أقل من 50 دقيقة معناته يعني أنت مريح طلابك نوعا ما. طيب احنا بنقول لكم يعطيكم العافية الحين بعدل لكم المواعيد وهدول. تمام يا دكتور. الخميس الاثنين إن شاء الله. يعطيك العافية. مع السلامة.